الوفاه والتاريخ. عايزين ببساطه نقول من المحاضره ديت ملخص بتاعها، هو احنا بنحاول نعمل عمليه لم شمل ثقافي تاريخي، لم شمل عبر تاريخنا. فعلى طول السؤال اللي بنتساله، طيب ايه فايده الماضي؟ نستفيد ازاي من التاريخ؟ فانا بقول لو استطعنا ان احنا نستحضر هذه الشخصيات اللي هنتكلم على بعضها النهارده، لان انت لو عايز تتكلم على شخصيات الحضارات الاداريه ما بين المغرب العظيم وحتى الوصول الى الناحيه الاخرى من الوطن العربي الجليل في الامارات والخليج، فده معناه ان انت عايز تاخد على الاقل من 4 لـ5 سنوات عشان تقدر تقول عليهم، مش عشان تقدر تقرا عنهم. ولكن اليوم سوف نمر مرور على بعض الشخصيات التاريخيه وبعض التاثيرات اللي حصلت. الغريب في الموضوع وانت بتذاكر وبتدرس وبتقرا وبتبص على الحضارات العربيه بوجه عام، هتجد حاجه عجيبه جدا. هتجد حتى في ايام ما قبل التاريخ، مش ايام التاريخ او توحيد القطرين في مصر، او مثلا كهوف تفصيلي في الجزائر، او مثلا منطقه المحويد في اليمن، كل هذه الاماكن العظيمه هتجد في عمليه ربط غريبه جدا بينهم، وهتلاقي في تماثل عجيب جدا في اشياء. جايب لكم بعض الصور هتستغربوا، رغم ان في بعض الاحيان بعض العلماء بيشكك في فكره ان كان في اتصال بشري لنا، لكن على الاقل هنقول ان هناك كان تاثير وتاثر في هذا الموضوع. وخلينا نتفق من الاول ان الحضاره عامه لا تكون افراز كرباج. المقوله دي مهمه جدا. الصوت كرباج لا يفرز حضاره. الصوت لا يفرز هرما مثلا. لان انا في الهرم لو اخذناه كمثال، وانا هنا مش بتكلم بس على اهرامات مصر. ده انا لسه هقول لكم على اهرامات ليبيا، ولسه هقول لكم على اهرامات كثيره جدا في مناطق كثيره جدا موجوده في الوطن العربي، اهرامات السودان العظيمه، اهرامات النوبة وهكذا. لكن العجيب في الموضوع ان مش هتقدر اقول لك انا لو جبتك قلت لك حرك هذا الحجر ذو ال 12 طن من الف لباء. فطبعا دي ممكن تعملها حتى لو انت مش عايز. دي ممكن تشتغل بالكرباج. لكن اقول لك بقى احط الحجر ده بزاويه 52، تعمل زاويه انحدار مع الارض المستواه علشان يطلع 148 متر فوق، عشان احط فيه 2,300,000 حجر علشان كل ده يتحط بدون حته اسمنت قد كده، يبقى هنا مش كرباج بقى. استحاله الكرباج يؤدي هذا الابداع. الكرباج لا يستطيع ان هو يفعل هذا. ايه اللي يفعل هذا؟ خلينا نتفق انها كلمه واحده على مدار تاريخنا كله كوطن عربي، الا وهو كلمه قلب طفل. فبالتالي من هذا المنطلق احنا هنتكلم النهارده على فكره ان انت بتدير ازاي العمال كانت حقوقهم ايه في مصر القديمه، وده ردا على كثير جدا من الاتهامات اللي بتتهم تواريخنا عامه في الماضي الصحيح في انها كانت تواريخ ايه كذا وضرب وكذا وكذا. طبعا العقوديه موجوده في التاريخ دي، ما حدش يقدر يقول فيها حاجه، طبعا موثقه. ولكن عندما تاتي الاشياء الى هذا التحضر الراقي، لا، هنا بقى في فن، في علم. علشان كده هنا انا عارف ان حضراتكم دائما ابدا في الاداره بتناقشوا فكره هل الاداره علم ام فن. انا ليا راي بسيط كده من الناحيه التاريخيه طبعا، يعني اساتذتي طبعا كلهم قاعدين ويدهم دلوهم في هذا طبعا. لكن انا ليا راي هما الاثنين. يعني هي الاداره الاثنين في التاريخ وفي الحضاره، هو علم وهو فن. وهو فن لان انت بجد لما بتيجي تبص على معبد قديم مثلا او رسومات على كهوف مثلا، زي مثلا تقدر تتكلم مثلا على كهوف ليبيا القديمه او كهوف الجزائر القديمه مثلا، او لما تيجي بعد كذا 1000 سنه تشوف جامعه القرويين في المغرب الفاس، فتجد ان في الاثنين فيهم فن اداره. رغم ان انت بتتكلم هنا مصري قديم، وهنا ليبي قديم، وهنا جزائري قديم، وهنا عراقي قديم وهكذا، لكن وبتتكلم هنا اسلامي. لكن هتلاقي الاثنين بيعتمدوا على فكره الاداره، فبالتالي كان في تاثر وكان في تاثير، وده شيء واضح جدا وهنشوفه. العلاقات التجاريه بين البلاد اصبحت علاقات ثقافيه. ده كان واضح جدا مثلا في طريق الحرير في الاسلام. طريق الحرير او السيلك رود، لما كانوا التجار المسلمين بيروحوا هذه البلاد في اسيا، ما
بدأوا يتكلموا عن الإسلام، فبدأت الناس تشوف يا سلام دول تجار كويسين جدا، دول عندهم عدالة في الفكرة، ما مش فسدة مش كذا، فبدأوا ينجذبوا ناحية هذه الحضارة. نفس الحكاية في مصر القديمة، هتلاقي إن مثلا أول علاقة تم اكتشافها في مصر مثلا القديمة لو بدأنا بيها، تجد إنه عملت علاقة تجارية مع فلسطين. يعني كان هناك علاقة بين مصر وفلسطين قبل أن تخترع الكتابة. قبل أن يخترع الكتابة وقبل أن يبنى الهرم وقبل أن أي حاجة تانية، ولا مسلة ولا كل هذه الحضارة بابل المعلقة اللي أنت عايزه ده كله، إذا حضارة على عظيمة جديدة، بدايتها كانت علاقة ثقافية تجارية بين مصر وبين فلسطين، قصد كان عام. وفي الوقت ده لقينا إن التجارة كانت تجارة عجيبة جدا. لقينا مثلا إن التجارة كانت داخلة في حاجات ممكن ما تتخيلهاش. مثلا الاكسسوارات بتاعت السيدات، وكأن اكسسوار السيدة ده آلاف السنين قبل توحيد الفطرين، يعني قبل ما يبقى في أي حضارة تقدر تقول عليها حضارة ملموسة مادية واقفة قدامي، كان هناك علاقة. أنا بروح أرض كنعان وأروح فلسطين، بعدي على سينا وأروح لغاية أرض كنعان علشان أجيب أحجار معينة وخرز معين مش موجود في مصر، فباجي فبتموت الناس ديت فبتدفن، فبتطلع هذه الاكسسوارات فبعمل كشف عنها فبلاقيها. الكلام ده فين؟ الكلام ده في حضاره اسمها حضاره المعادي. فانا عارف ان في ناس هتقول المعادي، معادي بتاعتنا دي؟ طيب وقت معادي بتاعتنا. ففي حتت كتيره جدا، يعني مثلا لو قدرنا الهدف ضمن الاهداف اللي انا عايز اعملها مع حضراتكم النهارده، هدف رحله كنت عرضتها على الاخوه في السعوديه عبر الاثير من صوت العرب، عرضت عليهم فكره حاجه اسمها رحله اسمها The Arab Civilization او حضارات العرب، ودي رحله سياحيه يتم تسويقها في العالم من اول المغرب لحد الخليج. نعدي نقعد يومين، سياح يقعدوا يومين في كل دوله من الدول دي. ففي المغرب يشوفوا فاس ومكناس ويشوفوا جامعة القرويين ويعرفوا انها اول جامعة في الدنيا اتبنت، اول جامعة كما العلامة. فتقولي طيب جامعة قول في المطرية اليوم لسنة، اقول لك اه، ما هي دي كان معهد ثقافي برضه مواد، لكن اول جامعة كما العلامة بسكشنز باقسام بدكاترة عند ثلاثة داخلين، بقسم بتاع تاريخ، قسم بتاع دين، قسم بتاع فلك، قسم بتاع الاسترولاب، قسم بتاع التوقيت، في حاجة اسمها علم التوقيت وعلم التقويم. كل ده كان في جامعة القرويين في المغرب. لما جه الأجنبي اللي جاي متخيل إن العلم الغربي هو اللي سطر العلم للوطن العربي، أجي أقول له التاريخ بيثبت لك هو، وأروح مفاجئ مفاجأة تانية أكبر وأقول له تعالى بكلمك على الإدارة بتاعت واحدة سيدة مسلمة يجب أن نضع تمثالها هنا في مدخل هذه المنصة، اسمها فاطمة الفهري. بالله عليكم فاطمة الفهري دي تتحط في أول صفحة في كتب التاريخ بتاعتنا كلنا. كل واحد عربي كده يحط له كده، هي مالهاش صوره طبعا، احنا بنتكلم في الضموميات لكن ميلاديا، لكن هنحط ليها اي رمز. فاطمه الفهري هو عايز تتكلم على الاداره، تتكلم على الاداره، الاداره هتبقى الاداره النسائيه. تتكلم على الاداره اه الستات طبعا لازم يفتحوا فاطمه الفهري بياخدوها كمثال. هذه سيده ورثت عن ابيها القيرواني عبد الله القيرواني، وهذا الرجل كان غني جدا، اخذت الفلوس. اي واحده سته تاخد الفلوس في الغرب هتعمل بيها ايه؟ معروف هتعمل بيها ايه، لكن تعالى بص بقى على فاطمه الفهري. هذه السيده اللي تاتي من اصل قيرواني طبقا لاسم والدها القيرواني، فتذهب الى فاس وتعلن ان كل اموال ابيها لورثتها سوف تبني بها جامعه. وتصبح جامعه القرويين هي اقدم واول جامعه في التاريخ، في التاريخ كله. العجيب بقى في الامر ان فاطمه الفهري تبني ده وتبني جوه جامعه الى يومنا هذا. حضرتك لو رحت فاس لو جامعه القرويين وهي تعمل، راح بقى زار امين وقعد بقى يدرس منها ابن خلدون درس عندها. يبقى انت عندك صاحب علم الاجتماع اللي مخلي الدنيا دي كلها واقفه قدامه منبهره، راح قعد وتلقى العلم عند هذه في جامعه هذه الشهيره. يبقى من هنا انا بعمل ثلاث حاجات. واحد، بصحح الفكر الغربي عن الحضاره العربيه جامعه. اثنين، بقول له تعالى ما تتفرج كل بلد تقعد فيها يومين. ويستدعي هذا ان انا الغي كل الفيز من كل الدول العربيه. وده الطلب اللي انا هتبقى كده. لو احنا كده اهوت يبقى هثبت مره ثانيه ان الحدود لا حدود. الحدود لا حدود، ده نمره اثنين. نمره ثلاثه، تعالى ما اقول لك بقى في محاضره قبل كده، يعني نعملها كل حاجه تبتدي في المدرسه.
المغرب نعملها في المغرب، ولو كنا هنعملها في الخليج نعملها في الخليج، عشان نمسك البلاد دي كلها. الموضوع كله ياخد له 20 25 يوم. تقول لي رحله طويله سياحيا، اقول لك لا، اقول لك مش رحله طويله.